الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والصلاة والسلام على رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم حاثاً على التمسك بالسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم فسعدوا في الدنيا والآخرة وأمنوا على أنفسهم من الفتن. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من عليكم من شهر الصيام والقيام ومن تمام الشكر لله عز وجل العمل بما أنعم على العباد من الصيام والقيام ومن آداء العبادات المفروضة والمسنونة. ومن ذلكم أيضا كثرة الحمد والاستغفار وكثرة التصدق، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. فاقبلوا على التصدق والإحسان وعلى تلاوة وتدبر القرآن وعلى المحافظة على صيامكم من الرفث والفسوق والجدال. حافظوا على صلاة التراويح، فإنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، استعيذوا بالله من الفتن، واعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم. فاليوم كثرة الفتن وكثر اتباع الأهواء والاستماع لكل ناعق. وتكلم الرويبضة التافه من الناس، واستخف بعقول الناس، ومرجت قلوب الناس، حتى أصبح الكثير من الناس كما قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: الناس كأسراب طير يتبع بعضها بعضا، حتى لو خرج فيهم من يدعي النبوة مع علمهم أن محمدا خاتم النبيين لوجدت على ذلك أتباعا وأشياعا. بل لو خرج فيهم من يدعي الربوبية مع علمهم أن الرب هو الله لوجدت على ذلك أتباعا وأشياعا. عباد الله، إنه معلوم من الدين بالضرورة أن إعطاء البيعة للإمام المسلم من واجبات الدين والإيمان ومن علامات السنة، وأن من مات على غير ذلك وليس في عنقه بيعة مع
مات ميتة جاهلية، وأن نقض البيعة والخروج على الإمام من علامات المنافقين ومن علامات الخوارج وأهل الغدر والخيانة، وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الوفاء بالبيعة، وأن من جاء خارجاً على الحاكم وجب مقاتلته مع الإمام وعدم إعطائه شيئاً من سمع أو طاعة أو بيعة، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميعاً يريد أن يفرق أمة محمد كائناً من كان فاقتلوه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مبيناً أصول أهل السنة واعتقاد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه أي على الخروج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. إن هذا الكلام من هذا الإمام المبجل هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حج له، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، أي فتن وفتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، إلى غير ذلك كثير مما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وجوب الوفاء بالعهد والبيعة، وما ورد عن الصحابة والسلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى
انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، فإذا كان هذا الحال وهذا معتقد أهل السنة، فكيف اليوم ونسمع بدعوات خارجية تدعو إلى بيعة جماعات إرهابية مجهولة؟ بل إنها مدعومة من قبل الاستخبارات العالمية للفتك بالمسلمين وزعزعة أمن بلادنا وزرع فتيل الفتنة بين وحدتها وجماعتها. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا هدي نبيكم وطريقة أهل السنة، واحذروا ممن هو صنعة يهودية صليبية رافضية وجدوا ليقتلوا أهل الإسلام، ممن هم قد خرج من سجون الأعداء ثم أظهروه بصورة قائد مجاهد يدعى له بالبيعة، فكلها ألاعيب سياسية وتخطيطات عالمية مقاصدها إثارة الفتنة على بلاد التوحيد. فاحذروا من دعاة الفتن وممن تربى على غير تربية سنية. اللهم من أراد بلادنا بفتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا وتعلموا دينكم وأصول سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاة العيد على النساء فقال: تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكفرن العشير، لو أنفق الرجل على إحداكن مدى الدهر ثم رأت منه شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن هذا الحديث يا عباد الله ينطبق على دعاة الفتن الذين يكفرون النعم ويجحدون الأمن ويهرولون وراء دعاة الفتن، لا يشكرون النعم، وبعضهم يدعو إلى بيعة جماعات إرهابية وترك بيعة الإمام الذي اجتمع عليه أهل الحل والعقد. أولئك الذين تربوا على مناهج فكرية وعلى حركات سياسية ميعت في قلوبهم عقيدة أهل السنة والجماعة، إن هذه الجماعات منذ خرجت منذ 80 سنة أسستها الماسونية اليهودية، وهذا باطلاع العلماء واعترافهم، بل باعتراف بعض منسوبيهم. وكل يوم نرى دليلا وبرهانا على أن هذه الجماعات السياسية التي تدعو إلى الجهاد زعموا
ولكنهم أدوات بيد أعداء الإسلام، يخططون فيهم مخططاتهم الخبيثة لضرب الإسلام والمسلمين. إن الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم من جماعات حزبية وحركات إرهابية كما يسمى جبهة النصرة أو ما يسمى داعش أو ما يسمى غيرهم، فإنهم ورب الكعبة خوارج مخالفون للسنة والإسلام. ما جاءت من النصوص في وصف الخوارج كلها ورب الكعبة تنطبق عليهم. هم ورب الكعبة صنعة يهودية أمريكية إمبريالية غربية إيرانية وجدوا لضرب الإسلام والمسلمين. واليوم كثير من الدهماء ممن خفت عقيدة أهل السنة في قلوبهم يدعو إلى البيعة لداعش والخروج على ولي الأمر. هذه كلها انحرافات ودعوات جاهلية وخروج على ولي الأمر ودعوة إلى شق عصا المسلمين، وهذا كفر وجحود بالنعم التي نحن فيها وخيانة وغدر من أولئك الذين تربوا على مناهج فكرية لم يطعموا لذة السنة والقرآن ولم يتلذذوا بآثار السلف ولم تتأصل في نفوسهم عقيدة أهل الإسلام والسنة والجماعة. يدعون إلى بيعة داعش أولئك الصنعة اليهودية الأمريكية ويريدون أن يخرجوا على ولي الأمر. اغتروا بزخرفة ما يدعونه من جهاد الرافضة، وهم ورب الكعبة كذبة يعملون تحت مخططات أمريكية إيرانية. فلا هم نصروا الإسلام ولا هم كسروا الأعداء. فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الخطط الماكرة وإلى ألاعيب هذه الجماعات الإرهابية الذين لم يتربوا على السنة، دعاة على أبواب جهنم، دعاة لزعزعة الأمن. واليوم قد انحرفوا وخرجوا على القنوات، كل يوم لهم وجهة ونظرة، كل يوم لهم وجهة ومنهج، لأنهم لم يتأصلوا على السنة. مرة يدعون إلى الجهاد، ومرة يدعون إلى بيعات خارجية، ومرة يدعون إلى الخروج على ولي الأمر. أولئك دعاة الفتن، دعاة على أبواب جهنم. إن الواجب على المسلمين يا عباد الله أن يسترشدوا بوصية محمد صلى الله عليه وسلم من الحذر من دعاة الفتن الجهال الذين يفتون فيفسدون للناس عقائدهم ومناهجهم. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا والله ينطبق على دعاة الفتن الذين مرجوا عن السنة وخالفوا السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يقوي شوكتنا وشوكة المسلمين في بلاد التوحيد والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الإسلام ويقمع أهل الكفر والابتداع.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر أهل السنة والتوحيد، اللهم انصر أهل الإسلام وانصر أهل السنة.